صحيت يا جماعه النهارده بدري وقلت يلا بينا على معرض اهلا رمضان. اتمنى من حضراتكم لو حابين انزل الجزء الثاني والثالث من الفيديو، وصلوا الفيديو ده يا جماعه ل 200 لايك في اول 24 ساعه. اللحمه ب 90 جنيه وب 150 جنيه، وكمان الزيت والسلع الغذائيه بصراحه في حاجات حلوه جدا جدا. وعايز اقول لكم انا جبت حاجات كويسه جدا من معرض اهلا رمضان. نبدأ على بركة الله الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أتمنى من حضراتكم تدوسوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل ما هو جديد. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة، دي الأسعار اللي كانت موجودة، وبعد كده كان في نوع من الدقيق، الدقيق اللي هو الطحين، اللي النوع اللي حضراتكم شايفينه ده الكيلو ب16 جنيه وأنا اشتريت منه طبعا. وان شاء الله باذن الله هتلاقوا كمان الدقيق دوت موجود معانا في فيديو المشتريات، واسمه فلاور لاند او فلور لاند زي ما حضراتكم بتقروا. وبعد كده يا جماعه كان في انواع الشاي، شاي اهل مصر اللي انا دايما بقول لكم عليه حلو جدا ب4 جنيه ونص، والربع كيلو اللي هو ال 250 جرام سعره 24 جنيه، وده اعتقد هيكون الاختيار الامثل للاسعار الغاليه من ليبتون وشاي العروسه. بعد كده زي ما حضراتكم شايفين كان في اكتر من نوع، يعني اهل مصر، وكان في كمان انواع تانية زي نوع تاني اسمه الزواقة والجمهورية. وعايز اقول لكم انا بصراحة شاي اهل مصر واقل سعر وافضل جودة من التلات انواع اللي كانوا موجودين قدامنا في الشادر اللي حضراتكم شايفينه. بصراحة شاي اهل مصر ربع كيلو ب24 جنيه حاجة ممتازة جدا جدا، جربوا حتى الباكت الصغير ب4 جنيه ونص وهتدوليه. بعد كده طبعا يا جماعة التمور بقى كمان فيه بالعسل والسمسم زي ما انتوا شايفين، ال 400 جرام ب45 جنيه. كل انواع التمور يا جماعة، التمر يعني موجودة بأسعار كويسة جدا، وكمان السايب هتلاقوا كمان المكسرات والبلح السايب في الجزء الثاني من الفيديو ان شاء الله بإذن الله. وزي ما حضراتكم شايفين طبعا يعني البركة للصناعات الغذائية، كمان بتبيع بقى يا جماعة البلح التمر والخل والملح. وعايز اقول لكم يا جماعة انا جبت كيس الملح دوت، فيه 20 كيس من الملح، سعره زي ما حضراتكم هقول لكم دلوقتي 13 جنيه. وبعد كده يا جماعة جيت بقى هنا عشان اشوف اسعار الزيت وكمان الخل، وزي ما حضراتكم شايفين الاسعار قدامكم بالتفصيل. يعني الزيت اسعاره بسيطة جدا، وبدأت انها تبدأ من 36 جنيه الى 60 جنيه، وكل الانواع موجودة، يعني زعزوعة دوت وحاجات كتيرة جدا، والصلصة بقى والكاتشب وعلبة مرقة الدجاج الفاين فودز 27 جنيه، وكمان مكرونة الملكة وبساطة والصلصة، يعني كل حاجة موجودة. وكمان كان في دي زي ما انتم شايفين دي قائمة الأسعار، المكرونة الملكة والخل ولمتنا كل حاجة قدامها يا جماعة السعر بتاعها. وقفوا الشاشة وشوفوا السعر، ولو مفيش حاجة واضحة قولولي وانا هجاوب عليكم في التعليقات. زي ما حضراتكم شايفين الحمد لله خير ربنا كتير، واللهم بلغنا رمضان ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين يا جماعة دي برضو كانت الجزارة، كيلو اللحمة ب165 جنيه، وكان في عرض عاملينه كيلو اللحمة وكيلو الكبدة ب300 جنيه. طبعا اللحمة دي بلدي او لا انا طبعا ما اعرفش، بس الاستاذ اللي كان بيبيع زي ما انتم شايفين بلدي، والله بلدي هو اللي بيقول كده يا جماعة، بس اعتقد دي بلدي سوداني حاجة زي كده. وكان في عروض حلوة جدا على العسل زي ما حضراتكم شايفين يعني، وكمان العسل بالمكسرات انا شفته بصراحة جميل جدا، وسعره 50 جنيه. البرطمان اللي انا همسكه دلوقتي دوت ده يا جماعة سعره 50 جنيه، حاجة برضو كويسة جدا للناس اللي بتحب دايما العسل. وكانوا عاملين عرض حلو جدا للعسل وبرطمان النوتيلا مع بعض 2 في 1 زي ما حضراتكم شايفين. الاسعار بسيطة ولذيذة جدا والحمد لله كل حاجة موجودة. بعد كده يا جماعة دي كانت تلاجة المجمدات، انا بصراحة ما بحبش اشتري منها حاجة لان اسعارها يعني مش يعني قليلة جدا، وبصراحة الجودة مش اي كلام يعني. وبعد كده زي ما انتم حضراتكم شايفين البرتقال كان سعره 6 جنيه ونص، واليوستفندي البلدي على حد قوله ب 8 جنيه ونص،
والتفاح سعره 25 جنيه، والفراولة سعرها 11 جنيه، وده سعر كويس جدا. وعايز اقول لكم انا ما خدتش بالي من السعر الا لما شفتها. والطماطم يا جماعة ب4 جنيه، والبطاطس ب6 جنيه. بصراحة يا جماعة الطماطم كمان جميلة جدا جدا. اتمنى من حضراتكم لو حابين النوعية دي من الفيديوهات وحابين انزل الجزء التاني والتالت من الفيديو دوسوا لايك، ولو عايزين تعرفوا انا اشتريت ايه من المعرض ده اكتبولي في التعليقات، وهنزل لكم فيديو ان شاء الله للمشتريات اللي انا اشتريتها. اشوفكم على خير في فيديو جديد، ما تنسوش الاشتراك، وصلوا على النبي، والسلام عليكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين.